فالمهم والله المسؤولية في رقبتكم يا جماعة مسؤولية كبيرة كبيرة جدا، وهي أن تدعو إلى التوحيد. أنا واستغرب واحد إمام يعني يكون سلفي منهجه صحيح يقول لك والله ما أعرف يتكلم عن الجمعة عن شنو، ما أعرف كيف. هو المفروض أنت أكثر ناس تكون عارفين الموضوع، صح ولا ما صح؟ ده ما يمنع أنك تحضر طبعا، لأن القرآن كله توحيد. الليلة جبت الآيات دي بكرة جيب الآيات دي، جبت الآيات دي بعد ذاك جيب الآيات الغيرة، فكلها لكن في شنو يا جماعة؟ في العقيدة. نوع للناس ولكن الكلام كله في النافي شنو؟ في العقيدة. تكلم الليلة عن دعاء غير الله خطبة كلمت، المرة الجاية تعالي تكلم عن حديث ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، اشرح الحديث ده، استعنت فاستعن بالله. المرة البعدية تعالي تكلم عن حديث صحيح مسلم من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، اشرح الحديث. نوعت ولا ما نوعت؟ نوعت، لكن العقيدة العقيدة. مرة جاء تكلم عن الذبح في القبور والقبة والأضرحة، جيب الآيات والأحاديث، وصلي لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي الآية، جيب الحديث، دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، وأربط الكلام ده بالواقع الحاصل الليلة. الناس اللي بيشيلوا الخرفان يضعوه عند الكبب، والنساوين الماء عند انجنا بيمشوا للشيخ يديهم جنى، لو الله أداهم جنى بعد ذاك بيقولوا ده الشيخ، بيشيلوا الخروف يضعوه للشيخ في القبة، يأكلوا الحيران يأكلوا السم، أشرح لهم وريهم دي خطبة ولا ما خطبة؟ خطبة. فصل الناس. أنا بستغرب، المفروض أنت أكثر زول يكون عندك مواضيع ولما تموت تخش القبر مواضيعك ما بتكمل ومنوعة كمان، لكن زول الأصل ما هم التوحيد يكون ما عنده موضوع، يكون ما عنده أي موضوع، يكون عنده موضوع واحد، لا في بوزي جماعة بتاعنا العفش ذيل، لا فينا الجوامع الجوامع إن فوز الإنسان فلاح الإنسان فقط الكلمة دي الجملة دي صحيحة، لكن أنتوا لا فايزين بمنهجكم ده إذا 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 قابلتوا ربنا عليه إلا التوب. منهج ده منهج أهل بدع لا يرضاه الله ولا يقبله الله سبحانه وتعالى، ويحاكوا الباكستانيين ديك في لف العمة وفي طريقة الكلام. يا أخي أنت بتتكلم لغة عربية تحاكي ذاك ليه؟ يعوج لسانه ضدك، وذاك بيحاول يعوج عشان يبقى زي ده، وده يعوج عشان يرجع زي ذاك. يا اخي دي ذاتها حزبيه وغباء وعصبيه وبهيميه عجيبه جدا. وأراتهم لو حاكوهم في ده بس في المنهج الباطل ذاته وفي الدين الباطل بتاع القبب والقبور، لانه جماعه ده في مركزهم في الهند في مدينه دلهي في 4 قبور تعبد من دون الله، مركز 6 طوابق. هم طبعا بينكروا الكلام ده، والحمد لله واحد مشى لدلهي وصوروا بالفيديو وصور القبور، قبر محمد الياس كان دهلوي الدهلوي، واظن مرته وابنه شنو 4 كلهم جوا جامع مدفونين، وتعبد هذه القبور من دون الله، صورها بالفيديو ورفعها في اليوتيوب، تلقى في اليوتيوب. كان بينكروا الكلام ده، قالوا لا ما في، فيه وكتبهم كلها كتب بتاع الشرك بالمناسبه، ككتاب تبليغي نصاب كله شرك، كل شرك وعبادة لغير الله عز وجل. شفت كيف؟ عشان كده الشيخ الألباني العلامة الإمام الألباني عرفهم في كلمتين، ودي أصدق كلمتين اللي جيتها في هؤلاء، قال صوفية عصرية، والله ده أصدق تعريف لقيته اليوم. فالمسؤولية والله كبيرة، نحتاج لعلم، تعلم العلم الشرعي وتخلص النية وتجتهد في الدعوة ما تتكاسل، لابد نمل الواطد كلها دعوة بإذن الله سبحانه وتعالى وتوحيد، وناس يعرف ربنا سبحانه وتعالى، ولا نحن نازلين انتخابات ولا نحن حزب سياسي عرفتها، ولا دارين من الناس شكر، ولا يوم من الأيام زول فينا بيحلم حلم إن يبقى والي ولا يبقى رئيس دولة، لا والله دي عندها ناس. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقهم ويصلحهم ويصلح همهم البلاد والعباد، والله بندعو لهم في سجودنا لا نفاقا ولا رياء، لكن ده منهجنا انه ندعو للحاكم بالصلاح، لانه بصلاحه يصلح البلاد والعباد، وبفساده تفسد البلاد والعباد. احنا ما زي الحركيين ودعاة الفتن الليله اللي عاملين جوطه في العالم وخروج على الـ على الـ على الحكام، دعاة الفتن ديل الان كانوا سبب في قتل مئات الالاف
من المسلمين والأطفال واغتصاب النساء وقتل النساء والرجال، صحيح ولا ما صحيح؟ حتى واحد من أعظم دعاة الفتنة قال أنا ما عندي مشكلة إنه يموتوا 3 مليون، 3 مليون مسلم حتى تنجح الثورة، يموت 3 مليون مسلم حتى تنجح الثورة. يجوا الليلة يتباكوا وإنه ليه قبضوا، يقبضوا يقبضوا جوا عينه ذاته، لأنه ده الناس ناس مجارمة وناس أصلا أفسدوا البلاد والعباد. واحد فيهم ما مشى الجهاد اللي بيقولوهم جهاد وما جهاد، لكن واحد فيهم ما مشى ولا واحد، وأبنائهم بيقروا في فرنسا في بريطانيا وباريس، وين أبنائهم بيقروا هناك ويمشوا أبناء المسلمين ويقولوا ما عندنا مانع يموت ويتكتل 3 مليون مسلم، ما عندنا مانع. قال ده ما إجرام يا جماعة؟ وليه الناس الجايطين ده اللي ما بينظروا للمسلمين الماتوا بسبب فتاوى دعاة الفتنة هؤلاء؟ ليه ما يعانوا للأسر اللي شردت؟ ليه ما يعانوا للنساء اللي اغتصبن؟ ليه ما يعانوا للأطفال اللي ما عندهم ذنب طبحوهم ورموهم في البحر؟ بسبب هؤلاء شيوخ الفتنة. المهم الواقع والله صعب، وأنا ما داري اسمكم، لكن دايركم تجتهد. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.